الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على المبعوث رحمة العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه التابعين ومن اتبعهم بإحسان إلى الدين. وبعد، إخواني وأخواتي، في حديث لكل شيء زكاة بينا أن أعمال الخير بكل أنواعها تنزل منزلة الصدقات في الأجر، ولا سيما في حق من لا يقدر على التصدق بالمال. فالسعيد من اغتنم ماله من مال أو جاه أو علم أو صنعة في خدمة الدين ونفع المسلمين، إذ المعروف ذخيرة الأبد، والسعي في شؤون الناس هو زكاة أهل المرؤات. ولما للمعروف وصناعته من فضل كان ذو الهمم يرون عدم قصد الناس لهم في حوائجهم من المصائب، خشية أن يكونوا في عين الله غير أهل لمعروف. يعني كان واحد منهم يرى إذا الناس ما قصرتوش إنه يعمل خير وتطلب منه إنه يعمل كذا ويعمل كذا، يخاف لا تكون مصيبة ويكون ربنا مش شايفه أهل للمعروف، عشان كده الناس ما قصرتوش. وفي مثال لهؤلاء الكبار الإمام أبي الدنيا في كتابه مكارم الأخلاق روى عن سيدنا حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: ما أصبحت صباحاً قط فرأيت بفنائي، يعني بفناء داره بباب داره، طالب حاجة قد ضاق بها ضرعاً فقضيتها إلا كانت من النعم التي أحمد الله تعالى عليه. فلمت هو يصحى الصبح يلاقي واحد جاي له قصده في طلب، قصده في حاجة يقضيها له، هذه يراها نعمة. قال: ولا أصبحت صباحاً لم أر بفنائي طالب حاجة إلا كان ذلك من المصائب التي أسأل الله تعالى الأجر عليه. شوف إزاي سيدنا حكيم أعد نفسه للحوائج برؤيته للنعمة فيها، شاف نعمة ربنا عليه فيها، وكيف أعد نفسه بالاسترجاع إذا لم يأته طالب حاجة حتى لا يتعجل البلاء فييأس نفسه من رحمة الله عز وجل. Continuing our talk about the hadith of the Prophet Muhammad, peace be upon him, that can be translated for everything as a zakat, for everything is a charity, should be given out for it. And we talked about how all the good deed and righteous act are that kind of charity that is mandatory, obligatory in the money of whoever is capable and whoever is able to donate and give out in charity. And the one who is really a winner, the one who is the happiest, is what took the chance of being in service for others, in helping others and helping all Muslims. And as among being sought of in helping and in charity is considered a luxury, considered a bounty that the early Muslim used to enjoy and used to appreciate. And actually those who are righteous used to think of themselves being kind of in a bad spot if they are not thought in charity and if they are not thought to be helpful to others. And among those, what was narrated by Ibn Abi Dunya on the authority of Hakim ibn Hasim, that he said, what can be translated, I actually, there is not a day I wake up and I don't find a man or somebody in my home that he is seeking my help and he is having a hardship
unless I found it to be a blessing, a bounty that I have to thank Allah for, to find somebody seeking His support, somebody seeking His help. And there was not a day that I wake up and I don't find anybody that he's seeking my help and my support unless I ask Allah subhanahu wa ta'ala for reprieve and for support from such a trial. Consider not be seeked for help and support of others. Consider it a trial and consider it a shortcoming. And that's what the righteous among the early Muslims consider the act of charity and the act of goodness is. وأعظم من ذلك أنهم كانوا يرون أن صاحب الحاجة أو طالب الحاجة الذي يطلب منهم حاجة من الحاجات المتصلة بمنافع المسلمين حتى والمنافع الشخصية يرونه منعم ومتفضل عليهم حينما أنزل حاجته به، حيث رآه أهلا للمعروف فخصهم به. وفي ذلك يقول فضيل بن عياض رحمة الله تعالى عليه لأصحاب المرآت وقضاة الحاجات من العباد: ترى أنك إذا قضيت حاجة أنك قد صنعت إليه معروفا. أنت شايف أنت لما تعمل له حاجة فأصنعت إليه معروف، هو الذي صنع إليك معروفا حيث خصك به، هو اللي عمل فيك معروف لما خصك بهذا الطلب، هو الذي أزدى إليك معروفا لما رآك أهلا لذلك. وفي موقفهم في مواطن الامتنان لمن رآهم أهلا لقضاء حاجاتهم، الإمام البيهقي أخرج في شعب الإيمان عن الحبر سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: ثلاثة لا أكافئهم، ثلاثة من الناس ما ضرش على مكافئتهم، ثلاثة من الناس ما ضرش على أنني أكافئهم، منهم الرجل وسع لي في المجلس. لما دخل المجلس راجل كده وسع مكان حتى جلس فيه، هذا الرجل أزدى له معروفا، لا أقدر أن أكافئه ولو خرجت له من جميع ما أملك. شوف الألم. يعني إحنا ساعات بتضيق صدورنا لما نقول تعالوا تقدموا يا جماعة، تفسحوا في المجالس كما قال الله سبحانه وتعالى: تفسحوا في المجالس يفسح الله لكم. تلاقي الناس قاعدة جنبك كده ما حد بيتحرك خالص، إشمعنى يعني الأمور؟ ها؟ لما الراجل قام لسيدنا عبد الله بن عباس بيقول كده: ما أقدرش أكافئه ولو حتى خرجت له من جميع مالي اللي وسع لي حته عشان اقعد فيها ليه، ما اقدرش اكمل. والثاني اللي هو بنتكلم عنه: من اغبرت قدماه بالاختلاف الي. واحد عفر رجليه في المشي لحد بيتي، فاني لا اقدر ان اكافئه ولو قطرت له من دمي او اعطيته من دمي. والثالث من بقى قال: والثالث لا أقدر أكافئه حتى يكافئه رب العالمين عني. ده ما أقدرش أكافئه خالص، ولا أديله من دمي ولا أديله فلوسي. هو مين؟ قال: من أنزل لي الحاجة لن يجد لها موضعا غيري. اللي شافني أهل المعروف، اللي شافني من أصحاب المروءات، اللي رآني مقصد يقصده الناس في طلب الحوائج، ده قال ما اقدرش اكافئه لا بفلوس ولا اقطر له من دمي ولا حاجه، لان لا لي كفه بس رب العالمين عن هذه المنحه. وفي روايه قال: رجل نزل به امر فبات ليلته يفكر بمن ينزله. نزلت به حاجه فقعد طول الليل يقول: اروح لمين يا ربي؟ لا حول ولا قوه الا بك، اسال مين؟ اروح لمين؟ اطلب من مين؟ وبعدين قال: عبد الله بن عباس. قال: ثم رآني أهلا لحاجته فأنزلها بي. تخيل أنت هذا الموضع لما تحط نفسك فيه، ولما نقف نسأل أهل المرآت وأهل المعروف عشان هذا المسجد العامل بكم إن شاء الله، في ناس تضيق صدورها وناس تمشي توزع كلمات مش كويسة، كيف رأت يعني كيف رأى هؤلاء الناس أنفسهم؟ أين هم من هذا الكلام؟
هذا كلام مهم جدا في أسئلة كثيرة، لكن احنا النهارده تأخرنا في الدرس، فحبينا بس عشان ما نقطعش العادة الرمضانية الطيبة. ربنا يا رب ما يقطعنا وإياكم عادة في الخير، اللهم آمين. سيدنا النبي قال الخير عادة والشر لجاجة والعياذ بالله، فما حبيناش نقطع العادة. فإن شاء الله نواصل الحديث في غد إن شاء الله، وبكرة هنصلي العشاء 9:10 ولا بعد بكرة؟ بعد بكرة، يوم الأربعاء يعني، يوم الأربعاء إن شاء الله بإذن الله تعالى. خلاص خلينا الأربعاء. And among what the best was narrated in this area, that those who see themselves are the point of to be seeked for goodness and righteousness and giving, they actually see the one who seeks them for that help is have a bounty over them, have goodness over them, as he seeks them for that. And it was narrated by Fadl Ayyad that talking about those who are righteous and those who are good, who are speedy in giving, that they see that if you assign him to help you with something, you actually did him a favor, you did him the best, and not the one you helped, that the one you are giving him or doing him a favor. And also it was narrated by Imam al-Bayhaqi on Nasuf ibn Abbas that he's talked about three kind of people that he cannot reward enough, that he cannot give enough to in return. These three are, first, a man that actually made room for him in a sitting like our mosque. And Imam made a reference that every Friday when we ask people to get closer and close the gaps and move forward, nobody moved. But here Ibn Abbas saying that the one who actually cannot pay him enough is a man that made room for him as he entered the masjid. And the second one, a man that his feet kind of became more dusty as he walked into his house seeking his help. And he said that he cannot compensate him even with all the blood in his body. And the third person that he cannot again repay him until Allah subhanahu wa ta'ala repay him himself is a man that he seeked him for help and he did not find anybody else to seek other than him. That's what Ibn Abbas said. And in another narration that he said, a man spent the night pondering a trial he's going through, and he saw him, the only person that he can seek to help and for support, and that's a man again that he cannot repay or cannot find anyone, anything to compensate him with. May Allah make us among those who are speedy in supporting and giving help and being seeked for help, inshallah. Assalamu alaikum.